الانضباط، وأتي جماعة المنتخب الوطني الأولمبي بنظيره التونسي برسم تصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة والمؤهلة بدورها للألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو بالبرازيل. العاصمة الوطنية حققت فوزا صغيرا بهدف نظيف. ملخص المواجهة رفقة مروى الجرموني. اكتفى المنتخب الأولمبي الوطني بتسجيل هدف وحيد في مباراته أمام منتخب تونس في إطار تصفيات الألعاب الأولمبية 2016 بالبرازيل، والتي تندرج أيضا في إطار إقصائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 عاما بالسنغال. المنتخب الأولمبي الوطني ضغط مبكرا على مرمى التونسي صبري بن حسن من خلال مجموعة من المحاولات لم يستغلها أبناء الإطار حسن بن عبيشة على نحو جيد بسبب عدم التركيز. وظلت العناصر الوطنية مسيطرة على الأطوار دون تحرك الآلة الهجومية لأبناء المدرب التونسي ماهر الكنزاري. هنا اللاعب آدم النفتي يضيع فرصة للأولمبي المغربي. البياض ظل سيد الموقف حتى آخر أنفاس الشوط الأول، إذ تحصل المنتخب الأولمبي الوطني على ضربة جزاء بعد عرقلة اللاعب أيمن الحسوني من طرف الحارس صبري بن حسن، ترجمها اللاعب أشرف بن شرقي لهدف التقدم. الشوط الثاني سار على نهج سابقه مع تسجيل عودة التونسيين في المباراة. هنا وليد الكرتي يضيع فرصة مواتية للتسجيل. بالمقابل الأولمبي التونسي حصل على ضربة خطأ مباشرة نفذها سعد الخير، والكرة مرت محادية لمرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. في الجهة الأخرى تمكنت العاصمة الوطنية من الحصول على ضربة خطأ مباشرة على مشارف معترك العمليات لم يستغلها اللاعب الأصبحي على نحو جيد. اللاعب التونسي آدم الرجيبي كاد أن يعادل النتيجة من ضربة خطأ مباشرة، لكن كرته مرت محادية للقائم. اللاعب وليد الصبار أهدر محاولتين سانحتين للتهديف في الربع الأخير من الشوط الثاني، لتظل الكرة بين مد وجزر حتى نهاية المواجهة التي انتهت لصالح العناصر الوطنية بهدف لصفر. والآن مشاهدينا لنتابع التصريحات التي عقبت المباراة. كما ذكرتي الشوط الاول سهل بلافونتاج ديالها بيتا زيرو، كنا نقدروا نسجلوا اكثر، ولكن مقابله مغاربيه كتكون ديما بهذا الشكل هذا كما كتفوت هدف ولا تعادل ولا جوج ديال الاهداف الواحد. فالحمد لله ان الحاجه اللي اشتغلنا عليها وصلنا لها وما تسجلش علينا، ومن بعد سجلنا اهداف وكنا نسجلوا اكثر، ولكن ان شاء الله غادي نوجدوا المقابله ديال الاياب، عارفين الظروف اللي غادي تجري فيها المقابله. اولا ان الملعب راديس تغير في اخر لحظه، كذلك الموعد تغير ولا في يوم السبت لو بروميي ان شاء الله، فان شاء الله غادي نمشيو ان شاء الله باش نجيبوا نتيجه التعادل والتكهين ان شاء الله من تونس، لان كنظن بالمسانده ديال الجماهير ديالنا اليوم كنظن بانه اعطت الاكل ديالها، لان اللاعبين بهذا الشكل هذا خصهم تشجيعات، وكنظن ان شاء الله في تونس ان شاء الله غادي نحاولوا نجيبوا التاهيل، لان هاد العناصر وهاد الجينيراسيون كتستاهل اكثر من هادشي. للاسف طحنا مع كما كيقولوا فريق قوي عكس المنتخبات الاخرى اللي لعبت الدور الثالث، لعبه مع منتخبات مغموره، ولكن الحمد لله الا بغينا نقولوا بان عندنا فريق خصنا نفوزوا في هذه المقابلات هذه، وان شاء الله مقابله الاياب غادي نستعدوا لها بما فيها الكفايه. الى جديد الانديه الوطنيه حركيه.